يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم هل الفن. اليوم معانا صوت نسائي وصوت من بدايته يعني في مصاف الكبار وفي مصاف النجوم. إذا قلت لكم نور الشمس أكيد راح تعرفون مين، بسكال مشعلاني. نرحب فيك ونقول لك يا هلا وغلا فيك في الدوحة، نورتي قطر. مرسي، الله يخليك. وأنا نيابة عن زملائي سعيد جدا بوجودك معانا اليوم. الله يخليك قطر، والدوحة منورة بأهلها. تسلم، ربي يسعدك. الله يخليك. بسكال ما شاء الله عليك، يعني خلينا نبدأ شوي من البدايات عشان المشاهد. احنا يمكن نعرف تفاصيلك ونعرف نجوميتك ونعرف شنو بسكال، لكن المشاهد لحق علينا. غبتي فترة عن الظهور، ايش سبب الغياب هذا؟ حبسني جوزي. لا لا لا، زوجك ما شاء الله عليه يعني ملحن قدير، قدم له تحية أيضا. الكل بيعرف أنه أنا صار إلي بالفن 25 سنة مش لعبة، والحمد لله أني قدرت حقق نجومية لليوم. مش لعبة، مش سهلة أبدا. صح. اللي غبتهم هلأ، لا مش هلأ، يعني غبتهم أنا خلفت ابني إلي الله يخلي لي إياه 2011، تركت تقريبا 3 سنين ونص، 11 12 13، لأنه أنا كان قرار مني وكنت حبي أعيش كل لحظة مع ابني وأنبسط، وهلأ مش وهلأ ضحك وهلأ طلع سنه وهلأ ما بدي، كنت أقول يا الله ما عشتهم. أيوة. وبتعرف الفن وسترس الفن وضغط الفن. رجعنا بال2013 بأغاني كتير، رجعنا بأحلام البنات عم بتهددني، نبغيك المغربية، من سنتين عملنا ألبوم يا مدقدق الخليجي، عملنا من سنة ألبوم حبي مش حكي، وآخر شيء كان بخاف أعشقك. هلا الشيء الحلو انه انا مزبوط بهالثلاث سنين لما غمت، كثير ناس قالوا لي ما خفتي ينسوا اسمك تغيبي. الحلو انه اول طله طليتها بمهرجانات المغرب كان في ولا 100,000 شخص بالجديده، ما في اغنيه ما غنوها معي ذات الشيء بتونس. هذه اي سنه في مهرجان المغرب؟ هالسنة عملت لما كنت من يعني بعد غياب عملت 14 و15، ذات الشيء بتونس، ذات الشيء بمصر. يعني المقصد لما الفنان الناس بتحبه ومعلقة فيه، لو غيب فترة وبيرجع بجديد ناطرينه وبدون يسمعوا الأولديز تبعوله خلص بحبوه. فهوني كنت كتير لحظة سعادة، طلعت لقيت هالناس كلها هيك عم تردد كل الأغاني، كنت كتير سعيدة. فهيدي هي، وهلأ كتير عم بكون إطلالات وكتير عم بكون نشاط. يعني هلا بسكال ناوي انا لي سنه ونص نشاط كثير يعني. ايه حلو، بس هلا المهرجانات يعني انت مركزه على المهرجانات؟ قلت انا جيت على قطر مرتين هالسنه مثلا بالقطع واعراس، يعني جيت احياء اعراس بس مش مهرجانات طليت فيها. هلا طليت بالمهرجانات، وعندي الكويت بعد اسبوعين، وكنت بدبي هلا خلص، حتشوفني كثير بالمهرجانات. الله يوفقك ان شاء الله. تسلم. طيب بسكال ما شاء الله انت اسم يعني يحق لنا حنا نسألك أسئلة شوي عميقة. حبيتها هي، يحقنا. إيه يحق. لا علمني إياها. بيحق لك. لا بدي تقولها مثل ما قلتها. يحق لك. يحق لك. إيه. أوكي يحق لك. إيه. إنه نسألك يعني عن أسئلة عميقة شوي، يعني أوكي. مثلاً عن الأغنية اللبنانية كيف شايفتها الحين مثلاً؟ بتجنن. أنت رأيك مهم للساحة الفنية. أكيد. أنت شفت اليوم أنا في كتير ناس بيفكروا إنه إذا أجوا على قطر أو على أي بلد عربي شو بغنوا لهم؟ خليجي. نعم. إنه رح يفرحوا. بالعكس، أهل الخليج بحبوا اللبناني لأنه هن ربيوا على صباح وديع الصافي وفيروز، وبحبوا باسكال بنور الشمس وطلب إيده ونشفتلي وكتار شو بدي عد لما بشوفك وقلبي وشو عملت لك أنا ما بدي شو بدي عد لعد. فلاحظتني اليوم كل اللي طلبون شو؟ لبناني. صحيح. فإن رحت على مصر لبناني، وإن رحت على المغرب لبناني، وإن رحت على تونس لبناني. اللون اللبناني لون كتير حلو، وأنا اللون اللي بغني لون اللي هو بوب ستايل، في مويل، لون في بهجة في فرح وفي كاتشي بالكلمة. يعني لما بقول قلبي بشوف قلبي بيو قلبي بشوفك قلبي بيوع، لما بقول بحبك أنا بحبك، بنقي مواضيع اللي تلمس الشاب والصبية مع إيقاع حلو. فأنا لا، أنا بلاقي الأغنية اللبنانية جيدة جدا، وفي كتير فنانين. مع أنك غنيتي أنت عندك محاولات خليجية وعندك أنا عملت محاولات... ألبوم خليجي. ايه؟ من سنتين اللي هو يم دقدق، جددت فيه حبيبي شبيك، مجددت عملت كتار. بس للأسف بهذا الألبوم عن جد يعني كتير طلبوني، ما صورت منه كتير.
صورت أغنيتين وما تصوروا، أحبك وانت رايق، يا الحنون، من الأغاني كتير حلوة، بتقول إيه أحب أسمع كلامك وإن حكيت أكتر أدوب، وبتعبير ابتسامة تنشغل يا ما قلوب، يا الحنون اللي حنانك غير عنك. يعني غنية حلوة كتير، هاي إلا ما صورها. المقصد أنه في أغاني عن جد أيام إذا ما تصورت تنظلم. حلو حلو حلو. يعني أنت بتعرف شو كمان؟ أنا جددت أغنية فولكلور سعودي لليا الخيزرانة، هيدا قليل القليل، وكتير ناس عم بيقولوا رجعي كمان صوري. يعني في أيام لما ما تصور ما بيخدم هذا الشيء. حلو، يعني محاولات الأغنية الخليجية موجودة عندك، بحبها حتى في خططك المستقبلية. لك يا عمي، أنا أول ما طليت على ناس حبيب قلبي بعيد يمه، سماح، كل مرة تقول سامحيني وتتذكرها، دقدق على القلب دقة، يعني طلعت باللون، اللهجة البيضة واللهجة الخليجية. يعني الله يرحمه اللي مو على البال، لا كتير عاملة مع عبد الرب إدريس، يعني كان في كتير، بس آخر فترة قللت شوي. حلو، في عندك يعني دراسة؟ ولا بتعرف شو كرمالك هلا وكرمال أنا وجودي بقطر، لازم أقرأ فرصة أني أرجع أعمل شي خليجي. أصلاً في غنية اللي بدها تتصور قريباً، لعبها صح ولعني، عرف قلبه يعلقني، طير نومي من عيني بنظرة وضحكة جنني، لعبها صح. الله، هيدي لسعود الشربتلي كتير حلوة. نقدر نسمع منها؟ هلأ من بعد الحفلة بقول لهم أنه رايح صوتك حلو. لعبها صح ولعني، عرف قلبه يعلقني، طير نومي من عيني بنظرة وضحكة جنني، لعبها صح لعبها صح لعبها صح ولعني. الله الله الله، كثير حلو. رح تتصور مبدئيا بمراكش بالمغرب. حلو، هيدي ماكسيموم شهر. طيب كيف شايف الاجواء في الدوحه؟ ولا كل ما بيجي، يعني انا قلت لك جيت من سنه عملت عرسين هون، اهل الدوحه بحسهم اهل الاستقبال واهل يعني الترحاب والمحبه والطيبه، وبتحس مثل ديره هيك، مثل بعدهم بتعرف الديره هيك الحلوه. ايه، واكيد كل ما بيجي بلاقي الاعمار والعمار والازدهار، وبحس حالي بين اهلي، ما بحس حالي اني سافرت، هيك بحسها كيوت، بحسها كله على بعضه كان حلو. وكل مره عم بلاقي في كثير عمار وفي كثير ازدهار، وبتحس ببيس، بامان هيك، بسلام. يعني حلو، ما تفكرين مثلا تعملي تعاون قطري مع ملحن او شاعر؟ اكيد أو اذا في شيء انا جاهزه عن يديتك. يلا خلص، اي حدا في شيء جاهز لحن حلو بيناسبني انا جاهزه. بنشوف أكيد. بنرتبها ان شاء الله. اكيد، واكيد طبعا الملحنين والشعراء قاعدين يتابعونا. ايه، وراح يلا يعملوا الاتصالات، اي شيء حلو كلام ولحن نحن جاهزين. يلا بعد الكل الحين بيسابقنا عليه. بس بدي اقوله لهم، مش لالي انت، بلش انت. خلاص، ما انت بدك تفرز، تعرف. ايه ايه ايه، انا اطلع لك شيء المناسب اللي يليق في لونك وابعث لك. اكيد. طيب بس كان خلينا نرجع للأغنية اللبنانية شوي. يمكن حوالي، خلنا نقول فترة حوالي 15 عام ما برز نجم مثل، يمكن آخر نجم خلنا نقول ملحم زين. مزبوط، يعني نتكلم عربيا أو مزبوط عالميا. مزبوط، 15 سنة اختفى النجم اللبناني. إيش السبب؟ ليك هلأ عم بيطلع بس شوي صعوبة، يعني عم بتذكر لك إذا حدا طلع، يعني مش هينة، الفن صار بده انتاج، ما بقى في شرك انتاج، نحكي بحقيقة، بده انتاج، بده تصوير كليب، بده اغنيات، بده دعم انتاج، بده اذاعات، فما في حدا اذا ما معه ينتج ويعمل، مش لعبة يعني. فيمكن هذا السبب اللي من الاسباب انه عم بيكون في قلة. بس رغم كل هالشي في كم اسم طلعوا، مثل يعني مثلا جوزيف عطية بستار اكاديمي بيّن، في سعد رمضان عم بيبين، صح؟ يعني عم نعطي هيك فرص، خليهم بصوا انه مين بعد في. انت بتدعمي فنانين؟ انا اكيد، مثل ما انا دعمت، يعني انا دعمني جمال سلامه وعبد الرحمن الابنودي واحسان منذر وملحم بركات وشارع توفيق بركات، كنت بمجموعه غمريني اول ما طلعت، فكيف انا ما بدي اسمع اصوات حلوه؟ ادعمهم اكيد، بس مثل ما قلت قليل، لانه الفن بده انتاج
وبده يكون مثابر الواحد، ما في يعني بده مثابر وشغل وتعب يعني. بس اسمحي لي انا اطلع في سؤال، قلتي ملحم بركات رحمه الله عليه، في لك ذكريات جميله معه؟ جدا. اول شيء في شغله كثير مهمه، انه ملحم بركات هو من اول الناس اللي سمعوا لي صوتي، في ناس بيعرفوا وقليل اللي ما بيعرفوا. قال لي تعالي يا بنت انا بدي اتبناك. هو صريح ما يجامل، وعرفه الله يرحمه اهم شاعر عنا بلبنان توفيق بركات، اجى ليتبناني يعني انه فنيا خيي والبوتا نزلوا فيه ما خلوك انت صغير عمرك 15، بعده كان يذكرني فيها منيح ما رحنا فيها شي ضربه قواز بقلك مهضوم. راحت الايام واجت الايام، ب 18 سنه قررت انه غني والوالده مشيت معي وخيي، ويومتها دربني فتره عنده وقال لي اهتمي بصوتي كباسكال وانت رح تكوني نجمه كبيره. هلا اشتغلت معه وجددت معه شبح لي وافندي، وكل مره نقول بدي اعمل ما تسائب. لهونيك نهار لما تجوزت ملحم جوزي ملحم ابو جديد وهو ملحن، قال لي بعد بدك ما اسمه ملحم واحلى الحن عم بيعطيكي ولا غيرك ولا غيري، شو بعد بدي اعمل لك انا؟ بس اخر مره تلاقينا كنا رايحين على تونس وقال لي شغله كثير حلوه، سمعته ألبومي الاخير يعني حبي مش حكي والاغاني الموجوده، قال لي باسكال بدي منك شغله، بدي منك تكتري لبناني لانه انت كثير حلوه باللبناني وكثير لامعه باللبناني والناس بتحبك باللبناني، ما تضيعي خليك هذا اللون اللبناني. هذا كان اخر. هو الله يرحمه متعصب شوي إيه؟ باللون اللبناني يمكن انتقد وائل جسار، انا عملت مع الفنان مزبوط أكثر وائل جسار من بحب اللبناني إيه؟ وبحب اللبناني وكان ينتقد وائل بالموضوع هذا، حتى وائل قال انا بحبه كثير يعني في اللقاء، بس انه بده كان يغني لبناني تنحافظ على الصوره اللبنانيه اللون الاصيل يعني. مزبوط. وليك انا ما في شك اني انا بموت بالمصري وبغني مصري وبغني مغربي وبغني خليجي، بس اذا بدك تيجي تطلع بالالبوم او بالكذا بتلاقي الكميه اللبناني اكثر لانه يفترض عليه، او شيء غنيه حلوه فيه وبلايه ولبقت لي كثير وعم بقدم مواضيع حلوه فيها كثير، ومش غلط من وقت لاخر اني متى حالي بالمصري وبالخليجي يعني. لازم صحيح أكيد. صحيح اكيد. بس تسمحي لي نطلع فاصل قصير؟ في دعايات؟ مثل ما اذا في دعايات خذ كرمال خلص نسال المخرج بعدين. فاصل تفضلي انت. اوكي فاصل صغير وبنرجع معكم. رجعنا لكم مشاهدينا مع المطربة الغنائية والنجمة القديرة باسكال مشعلاني، ونجدد التحايا معك باسكال. قبل الفاصل احنا تكلمنا عن ملحم بركات وانت ذكرتي زوجك ملحم ابو شديد. نعم. هذا يوديني للسؤال، انه الملحن ملحم زوجك ونقدم له تحية ايضا، زواجك معاه هل هو
أضاف لك من الناحية الفنية طبعاً؟ أكيد. أو أنه مثلاً خلاك شوي تكسلي؟ أبداً أبداً. زوجي بتمني لكل أنصة عن جد. أول شغلة فنياً هو اللي رجع دفشنا على الفن. لأنه بتعرف أنا كنت إلي كين فترة أول شيء ملحن كتير حلو، مقدم أغاني رائعة حلوة كتير لإلي ولا لكتار يعني، وكل أغاني الحلوة بحبك وبخاف أعشقك وكتار شو بدي عاد لعد. بنقي لي أغاني حلوة، بيعرف صوتي، بيدعمني، بيدربني، بتخانق أنا وياه، بتصلح أنا وياه على الأغاني باستديو عنده كذا. بعدين ميزة ما بيغار، بحب الناس اللي بتحبني. حلو. إيه أكيد الفانز بحبوه أكتر مني قد ما بيرد علينا وبيكون معهم. مثقف فنية، دارس بأمريكا 5 سنين، ما بيلحن حيالله، بيلحن من أجمل الجمل. وبالفعل الإشياء اللي عم بيقدمه هلأ محضرين إشياء كتير، يعني أنا كتير سعيدة إني توفقت بإنسان يمكمل مع المشوار الفني. ايه لأنه أنا بدايتي كانت الوالدة حدي الله يطول بعمرها، وخيي وقفت معي 15 سنة، وهلأ هي مستلمة ابني بغيابي. فبشكر ربي أنه الله حضاني بشخص هالقد مثقف فنياً وابن عائلة وحضاني بالفن. حلو. أكيد حلو. أكيد يعني بفتكر ما بعرف أعمل شيء بلاي، لأنه كل شيء ملحم، توزيع الأغاني كذا. بس في شغلة حلوة كتير أنا وياها أنا وياه، أنه ما نهار قال لي بلازم تغني هذا الشيء. يعني إذا ما عجبك عادي. عادي. حلو. أي. طيب أنت قلتي خطط مستقبلية بينك وبينه، شنو راسمين؟ أول شيء في كتير إشي هلأ رح ننزل بلعبها صح، مش لحنو هيدي تامر توفيق وسعود الشربتلي. سافري حبيبي اللي سمعناها اليوم، وزعناها بطريقة كتير حلوة مثل يام دكدك، حتنزل دغري هلأ يومين ثلاثة على عيد. بيت غربي عملناها على حلو ويمكن تتصور. لح يكون في غنية لبنانية وغنية مصرية بعيد بشباط، بعيد العشاء حتكون غنية لبنانية كتير حلوة. بعنوان؟ ما فينا نقول، بس حلوة كتير. حلوة 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 هيك صغير. من الغرام. من الغرام. وبشهر أواخر 4 رح يكون في أغنية مصرية كتير حلوة هو قريبا. وبذات الوقت عم نحضر سهرة طربية، رح أجدد أغاني كتير لأنه كتير عم بينطلب مني. صباح بتحبي حليم. بتحبي الألوان الطربية كتير كتير كتير، يعني في يوم وليلة وصباح وعد ضيعة وقالوا بيروت، عرفت أي هنا الأشياء الحلوة. حابين نختار مجموعة 7-8 أغاني نعملهم حفلة ونكبها بالراديوات والسوق. طيب بسكال، الحين تلاحظي الموجة حاليا رايحة للأغاني العراقية. مزبوط. يعني يمكن في فنانات من لبنان ما غير ذكر أسمائهم. مزبوط. غنوا اللون العراقي ونجحوا. أنت تأيدين هذا اللون؟ ليش لا؟ اذا هني بيحبوا. انا بالبوم انت ممكن تركبي الموجه معاهم ولا ليك؟ انا بعمري ما ركبت موجه، يعني هذا المخرج الشاطر راحوا لعنده، هذا اللون دارج بروح عندي غير سكه كليا، لانه سكتي انا عرفتها شو بدي والفنان اللي بيعرف شو بده خلص. بس انا بالبوم الخليجي غنيت غنيه عراقيه كتير حبوها، ما صورتها كتير. بتقول حبيبي شبيك فهمني، من مزعلك مني، ليش وياي متغير، سمع لك خبر عني، اموت واعرف وش صاير، دايق بك انا وحاير، اليوم تروح ما تسلم وانت البارحة بحضني، حبيبي شبيك فهمني، من مزعلك مني، ليش وياي متغير، سمع لك خبر عني، يعني كثير حلوة وما صورتها للأسف. لا وبعدين شخصيتك موجودة في الأغنية، هذا الشيء اللي بعمله. كيف هاي تفكرين فيها بسكال؟ معلش خلينا نبعث رسالة للجيل الجديد إنه أنا ممكن أغني عراقي بس لا شخصيتي موجودة، لازم أغني خليجي. أوكي. شخصيتي موجودة. هذا الشيء طلع عندي بالفترة، وهذا الشيء الله يرحمها الصبوحة قالت لي مرة حضرتني. لما بغني كلاسيك بتلاقي أني صرت كلاسيك، لما بغني فرح بتلاقي بوزع فرح، غرام، فقشة، الهضامة. ما فيك تغني إذا أنت ما بدك تعيشها مثل التمثيل وتوصلها، وإلا ما رح توصل. أنت بكاركترك بدك توصلها، ما فيك تقلد ولا فيك تعمل ما بعرف شو، عرفت كيف تصايد.
الإحساس الصادق. إيه بقوله من كل قلب، بحس يعني إذا وقفت كبيت الميكرو على المسرح مثل ما أنا بحس غنيت خلص اللي بحسه بدك تقوله ليوصل للناس. جميل. طيب كيفك في السوشيال ميديا؟ منيحة هلأ، صرت منيحة إلى سنة ونص، كتير منيحة على الإنستغرام يا شباب، على سناب نص نص بس بوعدكم قوي، تويتر منيحة، إنستا وتويتر فيسبوك كتير قوية. حلو. وحتى صار عندي أخبارك دائما تنزل. إيه هلأ أنا معك بنزل الحفلة، قبل ما طلعت الحفلة شو بيصير، بصور بالجبل عندي بنكوش بزرع بطبخ ما شاء الله، بقطف ليمون بقطف زيتون. أنا رح أضيفك طبيعي. هلأ بعد اللقاء رح أضيفك وتابعك. شو بعمل كتير حلو. مهضومة يعني بحاول أيام أنا مش كل يوم مهنا تحاول الأشياء المهضومة تعملها يعني جميل. لطبيعتك. وحتى تشانل فتحت تشانل يوتيوب لألي، لأنه أنا كل أغنية مش لألي كانت ملك غير شراك. قررت من 8 أشهر أنه تكون تشانل يوتيوب باسكال مشاليني، تيصير كل أرشيف موجود عندي. حلو. الحين أنت ما مش تبع شركة معينة؟ لا أنا تبع باسكال مشاليني. ممتاز. واللي بحب ينتج لي مثل هلأ آخر أغنية بخاف أعشقك لايف ستايل ستوديوز، فيه بينجو أغنية، بس إنه الأغاني الباقيين بنتجهم أنا يعني. ممتاز. حرة. بس إذا إجت شركة إن كان روتانا أو لافستايز حبوا ينجو أغنية أو كذا ما عندي مشكلة. بس طول المشوار في أغاني أنا بنتجها لألي. تشوفين نفسك أحسن يعني حرة أفضل؟ حلو تكون عندك تشانل لألك والعالم تكبر هالتشانل ويصيروا يفوتوا لعندك كمان. وغير ملحم اللي يعني في حد ماسك شغلك؟ أكيد في عندي مكتب، في عندي إدارة أعمال، ناس مستلمين السوشيال ميديا، المكتب السكرتير. إيه أكيد لوحدي ما في أعمل. ممتاز. باسكال أنت طبعاً الحين مشوارك الفني قرابة 30 عام ما شاء الله عليك. صاروا 30؟ لا بعد ندق الخشب ونقول ما شاء الله كان. لا بعد 30 ناطرة لأعمل. شوفي كيف حسبتهم؟ أنا حسبتهم 90؟ لا أنا حسبتهم اليوم. إيه؟ كلمت الصحافة. إيه؟ وقالوا لي انه اليوم تكمل الثلاثين. لا العوذ بالله. ايه لا اي سنة؟ في لبنان. اي سنة؟ قالوا لي 30 سنة مشوارك الفني. لا 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 انت بديتي من اي انا سنة؟ ناطرة 30 لعامل علي حفلة وشو بقولوا للعشرين شو بقولوا 25 يوبيل الفضي. ايه اللي 30 ما قال، بس انه انا ناطرة. لا انا ابتديت مزبوط، غنيت شوي بال 88 89 بس ما كانت يعني طلبت. يمكن هم حسبوها من لا هيك. لا ما فيهم يعدون، لأنه سنة 90 91 نزل أول ألبوم لباسكال مشعريني سهر سهر، اللي هو جمال سلام وعبد الرحمن الأبنودي الله يرحمه، وبال 92 93 بلش الألبومات كلها مزبوطة. يعني من 90 لليوم كم سنة؟ من 90 لل 2000 هذه 10، ومن 2000 لل 2018 يعني قولي 28. طيب في سنتين ليه بدك تخليهم؟ ايه اوكي لك طولة العمر ان شاء الله. يعني انا بعد سنتين شوفي بقول لك شغلة، بدي اعمل تعملي حفلة ما طبعا بصير. بقول لك شغلة، انت حتى لو ان شاء الله تكملي 50 انت جميلة وبالعكس هذا نضج وخبرة. بعرف بس لا انا ايه انت مش من النساء اللي يعني يزعل من العمر. ابدا كل عمر بعيش فيه وسعيدة بحب العالم، بس المقصد انه بعد سنتين عن جد نحن ناطرين تنعمل احتفال انه حط صورتي احتفل. اصلا انا بعيد الاخير كتبت 27 years fan هيدي من هديك السنة، قلت انه انا يلا 28 سنة هلأ 28 أي. طيب في اشياء ندمتي عليها في 28؟ في اشياء مثلا تعلمتيها زيادة؟ ولا شيء بعمل بحياتي في المسيرة الفنية ليك، ولا شيء عملته بحياتي اندمت. حلو. واذا بترجعني برجع كل لحظة بالنجاح بالشي ما توفقت فيه كذا، بالعكس كل حياتي مثل ما بلشتها حبيت اني يكون فيها. حبيت بالزمن اللي طلعت غني فيه ما كان في انستغرام ولا سوشيال ميديا، حبيت اني انا عم بغني بالسوشيال ميديا، حبيت كنت غني كان في فضائيتين مصر وكذا ينطروا العالم كله لتشوف طلتك على المسرح، هلا بتغني الدنيا كلها بتشوفك. صح. فهيدا هودي حلوين يعني. بس يمكن بدك بصراحة هلأ ايه. بقولها يمكن كنت قلت يا ريت جوزت أبكر شوي، قد ما بحب الأولاد قد ما ابني أخذ لعقلي ويكون عندي أكثر من ولد قد ما بحب الأولاد. هلأ عندك ولد واحد؟ إيه إلي 7 سنين. الله يخلي لك ابنك إن شاء الله وتعيشي حياة سعيدة إن شاء الله في هالعيلة الطيبة، ونقدم تحية للماما. هي أكيد أهم شيء، لأنه هي يعني في كتير ناس بيقولوا باسكال هيك، هي اللي خلت باسكال هيك بتربيتها الصالحة، بعلمتني التواضع الاحترام الإيمان ما انغر كتير. ولهلا باسكال شو بتغني لها في البيت؟ كل شيء بغني لها. يعني أكثر أغنية بتحبها هي؟
بتحب امي بتميل اغاني هيك شوي ميلودي اكثر، عم بيمضى الوقت بحبك انا بحبك راجع. سمعينا عشان تبتسم وتستانس معنا في الحلقه. بقول من بعد البعد وبعد ما قلت بتعود قلبي اعطاني وعد عالفرقة يتعود رجع حنيني وعب قلبي قصة نسيانك طلعت كذبي تاري اللي متلك انت صعبي بسهولة يتعود ورجعت ابقى معك ضايع مدري شو بني تاري اللي بيودعك اهمله ودع دني. شاكرين لك الصوت الجميل هذا. الله يخليك. الله يعطيك الصحة والعافية وإن شاء الله نلتقي معاك إن شاء الله في لقاءات ثانية. أكيد. ما تحرمينا. لا 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 أكيد أكيد. ربي يوفقك إن شاء الله. بوعدك وإن شاء الله تكون سنة 2019 خير وبركة على قطر وعلى لبنان وعلى كل الدول. وأنا على المونديال جاي أحضر عندكم. ها إيه أكيد نتشرف فيك. إيه قطر حتكونوا ملعب المونديال بس أكيد قبل المونديال حيكون عندي كثير إطلالات وأنا أسعدني وأنا بكون سعيدة كثير لما يكون في صحافي يعرف بيلاقي الكلمة ويحضر السؤال. ربي يسعدك، هاي شهادة بس كارل. كل التوفيق لك إن شاء الله. من يعني فنانة كبيرة وتاريخ مثلك هاي شهادة اعتز فيها والله. تسلم، الله يخليك. شكرا شكرا. مرسي للكل. الله يسعدك. مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، تقبلوا تحياتي وفي أمان الله. شو اسمه برنامجك؟ هل الفن. أهل الفن. أنا ما بقى أوكي ما بقول أهل الفن. حلوة 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 حلوة. لا لا حلو التصوير والله. قد ايه بعد عنا؟ خلص بس خمس دقايق. اورايت. مش ندمانة. لا ندمان انها ما تزوجت بدري يعني بس. ايه حرام عليك. اوكي ندمانة. لا لا مو ندمانة. بدي طلعني. وين ملحم لا يجينا يسمعنا. يا ريت ما بقول يا ريت. دار اللي بيودعك اهمل سوري ما بدي عيدها. عيدي حبيبي. لو بعدين غنت ما شاء الله يعني الحمد لله انا بنبسط اذا الضيف اللي معاي يغني معناته مرتاح. اكيد بدكم نكمل؟ نكمل يلا يلا نكمل دخيلكم لانه يلا يلا خلاص عشان ايه احنا صراحه حبينا المكان عشان اللوكيشن طالع حلو. هي يعني لبنان البلد الوحيد اللي المفروض ما يصير فيه. والله 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 بلد هلا انا وجاي ثلج بلد سعادة لبنان كله ثلج بتلاقي فرح. اخذنا لقاء جميل جدا بتجنني انت. تسلم والله.